السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي عادل فتحي في كل مكان، مليون شكر وتحية لدعمكم الكبير جدا في الفترة الأخيرة فاق كل الحدود. والنهاردة بنتكلم على حدث عامل زلزال في اليوتيوب، حدث خطير، وهي قصة حياة ميس جانو اللي قلتها لكم. قلت لكم وما صدقتوش ان بيتوضع سيناريو لقصة حياة ميس جانو، هنتكلم فيها بتفاصيلها لانها في النهايه جاي يبقى حدث لم يحدث في اليوتيوب من قبل، وتنتهي بقصه سعيده او بشيء لا يتوقعه كل العالم، ويبقى ضجه كبيره جدا ممكن تنتهي بحادث رومانسي كبير او حادث تراجيدي، هنعرف في النهايه. عندنا قبلها المراه الاريتريه اللي مغتربه اتهمتها انها امرأة سحاقية، خلي بالكم لم تتهمها انها امرأة متحرشة. التحرش بين امرأة وامرأة لا يعتبر تحرش، التحرش بين رجل وامرأة. ولكن حينما تصف مغتربة ما حدث من هذه المرأة الست حرية على دماغنا من فوق يا ست حرية انها قد فعلت بها كذا وكذا وكذا وكذا، إذن بتصف هذه المرأة أنها امرأة سحاقية، وهذا المفهوم غريب جدا عن المجتمعات العربية، بتصدر لنا حاجات في ناس كتير ما يعرفوش يعني إيه سحاقية. في ستات والله عندها 50 و60 و70 سنة ما تعرفش يعني ايه امرأة سحاقية او بنت سحاقية او كده، لكن هي بتصدر لينا. هتقول لي ما انت بتقول، ما هي اللي قالت، انا بصحح معلومات. المجتمعات العربية مجتمعات ما فيهاش سحاق نهائيا ولا واحد في المليون، ولكن عايزين نخلي هذا الدخان يطلع. كل التقدير وكل الاحترام للست حرية بنت إريتريا، هذا البلد الجميل اللي أنا زرته، وزرت العاصمة أسمرة وقعدت فيها 21 يوم، ومن أجمل العواصم الإفريقية اللي أنا زرتها. نسبة المسيحيين هناك تقريبا 50% والمسلمين 47% والغير دينيين تقريبا 3%، ورئيسها إسياس أفورقي راجل محب لمصر ولكل العرب، برغم انها مش دولة عربية لكن محبين جدا جدا. كل التحية وكل التقدير لشعب إريتريا العظيم ولست حرية المتمثلة عن هذا الشعب. الحاجة التانية ظاهرة اخرى ان بعض اليوتيوبرات المصريين، واحنا في النهاردة 23 العيد الوطني، مش العيد على فكرة، اليوم الوطني، هم يا جماعة ما بيحبوش كلمة العيد اخواتنا في السعودية لان بيعتبروا العيد هو عيد الفطر وعيد الاضحى، ما فيش اعياد خالص، فهو بيبقى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بين هلالين يوم التوحيد. كل واحد يوتيوبر عاطل بالوراثة، هجاص في المتهجص، اي حاجة يطلع يعمل لي بس ولا كده ويبين لي حتة عضلايا زي البلحة، يعني زي حتة البلحة وكمان البلحة الفص، هي قد كده اهو، ويقول لك واحدة خليجية واحدة سعودية، ويمكن اختنا الفاضلة ام عبد الرحمن بتقول لي ايه ده يا كاتبها لي، يعني هو بيتبلوا ليه على اخواتنا في السنة. يا جماعة الخير، مفيش اطيب ولا اشرف ولا اعظم من سيدات المملكة العربية السعودية أدبا واحتراما وخلقا، أهل الجود وأهل الكرم، ومجتمع محافظ وسيدات محافظة، والله عيب والله عيب. المهم بقى يا عم ما تزعقش، احكي لنا بقى عن ميس جانو، وهل هيتزوج ميس جانو في نهاية الحلقات ويبقى ميس جانو مش ملك اليوتيوب، ده يبقى ميس جانو عريس اليوتيوب، ويبقى هل بيتجوز؟ مفيش اي مانع صحي يمنع ميس جانو عن الزواج خالص، راجل عنده حاسة الشم قوية جدا، راجل بيمارس الرياضة، راجل ما عندوش اي مشاكل، بيمشي بيروح السوق بيجيب الخضار بيقود سيارته. ميس جانو يتجوز، وهو قال باللفظ وبالنص لمغتربة ان انا راجل اقدر اشبع رغبة اي امرأة حتى لو امرأة صغيرة، بس بشرط ان انا اسمع مش عارف اغنية ايه حاجة.
يلا هو بيدينا امل اللي خلى 98 سنه يقدر يشبع رغبه اي امراه، ده يبقى كويس جدا. المهم اتفاجئنا والعالم اتفاجئ ان ميس جانو هيعمل حلقات قصه حياته تفيد. انا عايز اعرف قصه حياه ميس جانو تفيد المتابع العربي المسلم في ايه؟ راجل عاش 98 سنة ملحد ويلحدها دلوقتي 5-6 اشهر مسلم، وانا عندي شكك الان في اسلامه، محدش يزعل مني، عندي شكك، لان المسلم مش بنطق الشهادة. ما هم سيدنا ابو بكر الصديق حارب المرتدين اللي ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. راجل عنده 98 سنة ما زال يشرب الخمر، ما زال تلاجته فيها الجن ووكر والكونياك والدامبل والويسكي كل شيء، وما زال يحتسيه الى الان. راجل فرحان انه بيقول ان كان له علاقات متعددة. يعني ده هيحكي لنا بقى عن العلاقات دي بقى، الشقرة والفرنسية والهولندية وراجل قال ان انا خلفت كل اولادي في الحرام. لا لا لا، ده احنا لازم نعرف خلفهم ازاي في الحرام، ده شيء جميل يعني. وايه اعلان وقصة وترجمة في ما تقدرش تترجم على فكرة التانية، لان هيبقى فيه كلام، ده انا هتابع المسلسل ده عن كسب، هيقول لي انت بتعمل دعاية. دي كارثة يا جماعة اللي احنا فيها. وده بيفكرني بمين؟ برافو عليك يا ام حسين، بيفكرني بالحملة الفرنسية اللي اتت الى مصر. الحملة الفرنسية اللي اتت الى مصر اتت بثلاث قواد لها، القائد الاول كان نابليون بونابرت، ولما حصل اضطرابات في فرنسا ترك الحملة للقائد الثاني وهو كليبر. كليبر عمل ايه؟ اساء ودخلوا الجامع الازهر بالخيول ودخلوا بالاحذية بالجزم واهانوا اهانة كبيرة جدا للمصريين. فما قام من طالب سوري من مدينة حلب اسمه سليمان الحلبي، كان عنده 23 سنة، وراح ناطط في الفيلا بتاعة كليبر وفي الفناء وهو بيتمشى راح ضربه بخنجر وقتله. مسكوه خزوقوه، يعني آلة الإعدام أول مرة في مصر يتم الخزوقة. الخزوقة حاجة متر كده وفيها مدبدبة من فوق وتنزل تنزل تنزل بقاعدة كبيرة، بيقعدوا الشخص عريان خالص عليها من فوق وينزل على المقعدة بتاعته، يدخل الخازوق في فتحة الشرج ويطلع من الحنك، يطلع من هنا يطلع من هنا يطلع فيه حاجة. خزوقوه. وجاء من بعدها مين؟ مينو قائد الحملة الثالث. لقى بنت جميلة حلوة، خدودها حمراء، عينيها زي البسلة، شعرها زي الذهب، فقال انا عايز اتجوزها. وقال له لا ما ينفعش انت مسيحي. قال لا ده انا هسلم. واسلم مينو، مش جانو، مينو اسلم وتزوج زينب زبيدة البواب، دي من رشيد يا جماعة. وان كان عم مهتدي يقدر يحكي لكم هذه الحكاية، اصل الحكاية مع مهتدي. فزينب بعد ما الحملة جلت عن مصر قالت لعمره صلى وكان يشرب الخمر وقالت حاجات وحشة جدا، ولا كان بيقول لها ولا تصلي ولا أي حاجة، وكان مخلها طول النهار كشف شعرها، يعني ضحك على المصريين. فمش عايزين ميس جانو يضحك علينا. أدي حاجة. هل شارك ميس جانو في العدوان الثلاثي على مصر إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وفي حرب بورسعيد 56 لما الرئيس جمال عبد الناصر خرج من الجامع الازهر وقال اذا فرض علينا القتال سنقاتل سنقاتل، ملايين الشعب تقول جاهزين جاهزين كلنا جاهزين، يا اهلا بالمعارك بنارها نستبارك ونطلع من صريح. هل شارك ميس جانو في العدوان الثلاثي على مصر؟ ما هو كان في الفتره دي في وقت الجنديه، كان عنده تقريبا 32 30 سنه. عايزين نسمع. وهل لو شارك هيقول؟ هل لو شارك هيقول ولا هتقول له ما تقولش؟ طب هل شارك ميس جانو في احتلال الجزائر والتنكيل بشعب الجزائر وتدمير شعب الجزائر وما حدث من اكثر من 1.5 مليون شهيد واكثر من 700 ألف جريح
وأرامل وأطفال وتيتمت هل شارك ميس جنوة؟ حاجات كتيرة جدا مطلوب إن هي تحكيها لنا. الحاجة التانية، في ناس بيقولوا لي الحجاب، بيقولوا لي حتى الملابس، أنت بتقول يا عم عادل الحشمة والأخلاق مش بس في الأزياء، ده الأصل أدب وحياء في الطبع وفي التربية. بيقولوا لي لا، ناس مختلفة كثيرا معايا بيقولوا لي لا يا عم عادل أنت راجل غير منصف، اطلع وقول إن الحجاب فرض. طب هو طبعا الحجاب فرض. وفي ناس بيقولوا طالما إن هي داعية إسلامية ودعت فلانة للدخول في الإسلام ودعت فلان للدخول في الإسلام وراحت وأم بدر الست الفاضلة وابنها قاموا معاه باستقبال مثل استقبال الملوك والأمراء وعملوا لها عمرة عمرها ما تحلم بيها في حياتها وكرموها أحلى كرم، لأن احنا قلنا أن أهل المملكة العربية السعودية أهل جود وأهل كرم. مش قادرة تقول لبنتها تكون محتشمة؟ ما هو في فرق بين التبرج وبين الاحتشام. يعني ما سيدة الغناء العربي أم كلثوم كانت مش متدينة بس كانت محتشمة، فاتن حمامة كانت محتشمة. يعني الاحتشام، هل أحط كاب، ألبس نص كم، ألبس كم، أقفل الصدر، حاجات يعني، هل مش قادرة تسيطر عليها على بنتها فلذة اللي هي تستاهل إنها تعرف دينها وتعرف الأحكام بتاعته وكلام من ده، بدل ما جاب لنا راجل 98 سنة وكده، هو راجل كده يعني فيه تناقض كبير جدا. يعني من الأولى إنها تهدي بناتها إلى التقاليد العربية والتقاليد الإسلامية، ما فيش وتقول لك ده. طيب في سيدات تانية قالوا لي طب هي ليه وليه تلبس محتشمة؟ ليه ما تبقاش محجبة حتى فترة التصوير عشان تبقى رسالة؟ ما في احنا عارفين سيدات يا مع اليوتيوب متبرجات وبيطلعوا لابسين الحجاب وكلام من ده أثناء التصوير، وقالوا لي لو ذكرنا لك هنقول لك بدل الواحدة 30 واحدة، وعندنا صور لهم وعندنا فيديوهات لهم وهم متبرجات، والكلام ده عندي. بس أنا طبعا دي حياة شخصية لكل إنسان، أنا لا يمكن إن أنا أتدخل فيها يعني. فقال لك ليه أثناء التصوير طالما إن هي عايزة تطلع مع أمها، طيب ما تبقى محجبة 20 دقيقة بس ولا 15 دقيقة، ايه المانع انها تبقى محجبة اثناء التصوير؟ ولا بيصدرونا برضو زي احنا ما قلنا السحاق، المرأة السحاقية اللي حاولوا يجسدوها في هذه المرأة الشريفة العفيفة الست حورية المرأة الإريترية، بيجسدونا ايضا توباك شاكور. وانتوا عارفين لو قلت لكم عن توباك شاكور وشرب المخدرات والهلس ما اقدرش اقول والله اللي بيخلوه ده مطرب المفضل. انا مش عارف احنا عايزين نغير القيم. على العموم مش عايزين نحكم على ميس جانو، واضح ان احنا هنرد على ميس جانو في 70 فيديو ردا على ميس جانو، لان هنسمع بلاوي سودا وإن شاء الله الترجمة دقيقة 100%. وأكيد لو تم إذاعة هذه الحلقات على قناتها الثانية أكيد هيبقى فيه تناقض كبير جدا. كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، ويا خوفي الله يطلع جانو زي مينو قائد الحملة الفرنسية الثالث ولا دخل الإسلام ولا أي حاجة، وقال وضحكت عليكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.